هذا الدراج الأسود ومبارح جبنا كمية منه هلق موجودة هون. راح نجيب كميات كتيرة من هون للشهر العاشر لأنه بيتكاثر أكثر، ولكن بنجيبها كميات مختلفة تيكون دمها بعيد تقدر تتكاثر شوي ونرجع نفلتها بالطبيعة. بعد ما انقرض بأواخر الخمسينات عم نحاول نرجع نجيبه على بيئة بتناسبه، بيئة فيها مي. هو انقرض طبعا نتيجة الصيد، نتيجة المواد الرش اللي بيستعملوها بعض المزارعين، نتيجة تجفيف بعض المستنقعات. هون عنا بعتقد البيئة بتناسبه، رح نحاول نعمل له بيئة تناسبه. المي موجودة ونعمل له بيئة تناسبه يرجع يتولد ويعيش بهذه المنطقة. طبعا الصيد بنحاول نمنعه بمواسم، ومواسم تانية ممكن يصير في سماح فيه. وفي عدة طيور وحيوانات ممكن رجاعة هاي البيئة، يعني هلا في طير هون عنا اسمه الألماظة، هذا نادر كمان ما في منه هون، عم نحاول صار يتولد، بلش يتولد وهذا شغلة مهمة. وراح نحاول نراجع الغزال العربي اللي بنسميه الغزال العربي نحن، اللي موجود ممكن بالعراق بالصحراء، بلبنان مش موجود. راح نحاول كمان نخليه يرجع نعمل له بيئة تناسبه ونراجعه يتولد هون. وممكن يصير في إمكانية إنه يتكاثر ببعض المحلات اللي فينا نحميه فيها. المشروع الأساسي لإلنا هي أكاديمية بيئية، بدنا نعمل أكاديمية بيئية، نطيلع جيل يفهم البيئة شو هي، نطيلع جيل يهتم بالبيئة، نطيلع جيل يعرف قيمة البيئة شو هي. لأن نحن هون على الحوض الشرقي للبحر المتوسط بعتقد إنه كتير بيناسبنا المشاريع البيئية نعملها، ولازم نبلش ننظف البيئة من وراء كل الوسخ اللي صار، إن كان على البحر المتوسط أو على هذا الجانب من البحر المتوسط. إن الله راد يعني في مشاريع طموحة، إن شاء الله نقدر يعني نتبعها. جاهلية يعني منطقة من لبنان من الهيدن جيمز، يعني الجوهرة المخفية، كمنطقة مهمة للطيور المحلية والماجرة، وفيها المي مبحبحة. وهذا طير الدراج بده مي، يعني لو وصل مبارح من منطقة الفرات بعيش بين القصب. المرحلة الثانية بعد إكثاره بالدار هون إن شاء الله وإدخال الدم جديد عليه، المرحلة الثانية هي إكثاره على النهر. وأكيد المنطقة لازم تعلن حمى مع البلدية وترتبط بالسياحة البيئية لحتى تصير هي موضوع يستقطب السياح لعندنا. أكيد SPNL تيم عندها مسؤولية تساعد الوزير هلأ بتربية الأجيال بالأكاديمية اللي حكي عنها، وهودي موجودين الفريق عندنا المتخصص.